اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. كنتمنى يا ربي نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. حاجه بغيت نشكركم بزاف على التعليق ديالكم، على الكومنتات ديالكم الزوينين، على الدعوه ديالكم ديال الخير. المهم مرحبا بكم على فيديو جديد، يوم نهار جديد، يوم نشارك معكم ان شاء الله النهار ديالي. المهم اول حاجه بغيت نقول لكم عواشكم مبروكه، ان شاء الله ينعاد عليكم الصحه والسلامه باش ما كنتمنوا يا ربي، ما بقى والو رمضان. واكثر حاجه فرحانه الصراحه من شحال هذا ما بقيت دوزت رمضان مع العائله، 4 سنين دابا ما بقيتش دوزت مع رمضان. فصراحه هذا رمضان غادي يكون حاجه جديده، حاجه زوينه، حاجه مختلفه بالنسبه ليا، وسختو العائله حتى هو. غادي نصوم مع رمضان هكا مجموعين، وغادي يكون اجواء ديال رمضان 100% يعني عكس هنايا، غادي يكون داكشي زوين الصراحه، وغادي يكون اجواء مع العائله. فالحمد لله الحمد لله، ان شاء الله القادم افضل باذن الله. ايوا هادشي اللي كاين. المهم البنات اليوم لقيتوني غسلت الحويجات اللي خاصنا نديو معانا، غسلت النص ديالهم، باقي ليا انتما كيف ما كتشوفوا، شوفوا هنايا التصبين مضرقه هكا بظهري، ما غنصب الحويجات ديال رويا حتى هي قبل ما نسافروا، كنصبن شويه بشويه داكشي اللي غادي خصنا للسفر، وغادي ندي معايا حتى حويجات ديال الصيف حتى هما خصني نصبنهم هكا باش ما عرف حيت بقاو شويه مده طويله تما كاين. صافي هادشي كان قلت قبل ما نمشي للدار، اي بلاصه بانت لي فيها الغبره الارض وفوق الكنابيس وداكشي نحيلو. مبارح درت سبيراتور، درت فوق الكنابيس حيت الغبره كامله، بدا بقى ليا غير الارض والطواليت حشاكم، بغيت نقيها قبل ما نسافر باش ان شاء الله بخير وسلامه نرجع بخير وعلى خير، نلقى الامور مزيانه، نتقى الدار باقا تكون نقيه على الاقل، وحتى كاس مغبر ما توصلش لديك الدرجه كثيره. نشارك معكم الروتين ديالي ونشارك معكم ان شاء الله اليوم، بغيت نقضي شي امور الى كثر. رويا خلينا لها رونديفو بخصوص الباسبور ديالها وداكشي، وكياخذ وقت الصراحه، كياخذ واحد 15 يوم. والمشكله حنايا عطينا قرار بغزاق، ما كناش ضاربين حسابنا بلي غادي نسافر ولا شي حاجه، فعطينا قرار على غفله. فعليها نتمنى ان شاء الله انه ما يكون ناقصنا الاوراق حتى شي حاجه، حيت ناقصنا الاوراق عاوتانا غادي نتسناو واحد 15 يوم وحده اخرى عاد باش غادي ناخذ رونديفو. ما بغيتش نسافر انايا في وسط رمضان ولا في رمضان، بغيت نسافر قبل ما يجي رمضان بشي سيمانه، باش هكا راكم عارفين مع بيبي صغير والصيام وداكشي غادي يكون صعيب والباجاج بزاف. فنتمنى ان شاء الله داكشي اللي دايرين في بالنا يكون هو هذاك. فاحنا حاليا في التجهيزات، كل مره كنجهزوا حاجه الا شفت شي حاجه ناقصه كناخذها. العائق الوحيد اللي باقينا هو الباسبور ديال رويا، وان شاء الله الامور طيبه ودعوي ليكم ديال الخير البنات. طيب ماما اش كيفك؟ فهمني رويا راه فاقت ليا دابا نساس بعدا واحد شويه، ام علي راه كاين معاها الفندم. المهم انا ديما هذه هي الطريقه ديالي في التنظيف، يا كننظف بحال ما هكا، يا كنجيب ديك اللعيبه هكا كنعصرها وكندير لها الماء، وهذا كيكون التنظيف كيكون عميق بزاف، يعني الا كنستري مسخ بزاف. انا كل مره في السيمانه كندير هكا صراحه، ما كتجمعش عليا الغبره بزاف، وكتخلي واحد الريحه زوينه، ريحه الصنيفره ولا تستعملو ديال الخشب. شوفوا هادو راه لصقتهم هنايا، ولكن صراحه عاطيني ديك الباند هادو كيطيحوا لي دغيا، خصني ناخذ اللون ديك الكره باش نلصقهم وصافي. قلت غادي نجيب ان شاء الله هنايا واحد الطابلو طويل لهاد الجهه هي. صافي هادشي اللي كاين هاد الناس. عزيز الناس ما يمكنش اللي سولتو مثلا صحاباتي وداكشي الناس اللي كنعرفهم، وكل اي وحده بغات تنزل المغرب ما عرفتش كيفاش، كلشي مقلق وباغي ينزل غير المغرب يفواج يشوف العائله. وحق الله راه صعيبه 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 الغربه بزاف والله الا صعيبه. انا كنتسنى غير مثلا فارغ الصبر نمشي نشوف العائله ديالي. عرفتي ولات نقيه خاصه ما فيها لا غبره لا حتى حاجه، كيف ما قلت لكم البارح دوز سبيراتور انا قبل ما مثلا ما نسيق ولا شي حاجه كندوز سبيراتور بحال غنشطبو باش هكا تحيد الغبره
دغيا ما يكونش ما يبقاش ديك الغبره هكا في الشيفون تعاود تغسلي ولا شي حاجه، دغيا كدوزي عليه. ولا كندوز بارفو هاد الاله ديال البخار بدات ندوزها من بعد سنه كروه هكا باش تعقم الارضيه. بالنسبه للزرابي حتى ان شاء الله نرجعوا من السفر الى كسب الله ونمشي نمشي هكا نحطهم يتغسلوا ما حيت بغير موسخين. دابا خصني نغسلو جوج المرات في العام، كنت كنغسلو غير مره واحده ولكن دابا مع بابا صغير وداكشي فتوسخو ليا بزاف. اخيرا سناريا غادي نحل هاد الشريجه هكا باش تنفس الدنيا. اوه يا سلام انتما هاد اليامات عاوتاني الجو تقلب ولا بارد بزاف صراحه. احسن حاجه درت هنايا ان جمعت الطبله الجيم. شوفوا اصلا الغبره اللي كاينه فوق الطبله، ها انتم بلاتي نوريكم، شوفوا ها انتم كاين الغبره واخا ما كنحلش الشراجم بزاف راه كاينه. المهم شنو بغيت نقول لكم، قلت لكم احسن حاجه درت جبت الطبله لهنايا وعطيها لي اسباس ما اصلا ما كان ناكلوش فيها بزاف صراحه، اغلبيه في الكوزينه اللوينه كتبقى في الكوزينه وكنجمعوا المعينات وداكشي كامل. دابا صافي غادي نقي هاد الارض. ديجا هنايا تنقى البارح، ديما كنسوسو هنايا كنحيد الغبره، راكم عارفين مع بنتي كتلعب هنايا فكل مره هادو كيتنقاو كل مره في السيمانه كل مره في 15 يوم. الكنابيات فوقهم تما كننقيهم حيت كنت هاد البلاصه اكثر بلاصه كنجلسو فيها وكتلعب فيها بنتي الصراحه كيعجبها الحال. ولات هي باغا تلعب باغا ضروري نقى مع بيبي صغير والغبره ما يمكنش. صافي دابا ندوزو على هنايا ندوزو على هاد الارض وانا معاكم.
الله ساليت الدنيا تنقات الحمد لله. دابا وجدت الغدا ديال بنتي طاب، مشني نعطيها نغديها وكلشي. المهم حنا الغدا ديالنا صراحه جاهز، الباح شاطني الماكله بعد الغدا، فقلت داكشي شاط كندير كميه كبيره، فقلت داكشي شاط نتغداو به الغد ليه ما كاينلاش الخسران. ايوا الحمد لله والشكر لله. المهم هانتوما دوزوا معايا النهار ديالي، بدات نخرجوا اليوم حيت قلت لكم عندي شي حويجات بغيت ناخذهم قبل ما نسافر. ايوا صافي هذا مكان الناس. شوفوا هذا هاد السينماتيك عطي واحد المنظر زوين، التلفازه عطي واحد المنظر زوين الصراحه غزال. عرفتي انا عزيز عليا الدنيا تكون نقيه ما كايناش الغبره في الارض. يا سلام سورتو هاد الغرفه تيبان فيها الضو، شوفوا ولات نقيه على مزيناتها خلاص حل هنايا الشويجه. صافي هاد الناس يلا نمشي نسالي الشغل ديالي قبل ما يفوت الوقت شويه. المهم دابا راه الثلاثه نمشي نعطي الماكله للرويا باش يبقى لنا الوقت هكا نخرجوا ونرجعوا للدار بكري، حيت دايره لها سيستم الرويا التوقيت ديالها ديال النعاس باش ما يخسرش ليها، فكنعس في نفس التوقيت باش هكا يبقى البروغرام هكاك. المهم البنات انا دابا جهزت راسي هكا خفيف ظريف، جمعت الشعر هكا ولا كيجيني صراحه ساهل نطلقو حيت ولا قصير، فمقارنه مع قبل تبارك الله كان طويل بزاف، فهكا ولا كيجيني قصير راحته حتى في الضو ولا كنخليها هكا مطلوق الصراحه. واصلا الحمد لله عالجت هكا لاشوت فما مابقاش كيمحني ولا حتى شي حاجه. المهم هادشي اللي كاين، شوفوا الاوتفيت ديال هاد النهار. المهم لبست هاد المونط ولا وليت مدمنه عليه بزاف البنات، كيجي هكا بالسوف لبست هكا تجين هكا من التحت صراحه جا زوين بزاف. وبدات هو اللي غادي نمشي فيه النهار الاول ان شاء الله اذا كسب باذن الله نسافر، هو اللي غادي نمشي به نيت. غتولي تشوفوني كنلبسو بزاف حيت كيجي مع كلشي، وهو غير تبدلو هكا اللبسه ديال داخل كيتبدل حتى هو الشكل ديالو. صافي هذا مكان. المهم قلت لكم البنات غادي نخرج نقضي شي امور بعدا شي وريقات وداكشي، ومن بعد ان شاء الله غادي نمشي ناخذ داكشي اللي خاصني نمشي مول هكا قريب تبدوز معايا النهار ديالي على طبيعته. هادشي اللي كاين والدعوه ديالكم ديال الخير كل شويه كنقولها لكم حيت فريمون كيعاونوني بزاف و كيخليو فيا واحد الطاقه اللي زوينه والله العظيم من هنا يخطيكم عليا. المهم شوفوا فين جايه انايا، جايه سيفورا باغا ناخذ داك دي اوردينري ناخذ منها لاسيد ساليسيليك هكا باغا صافي هادشي اللي كاين. المهم غادي ندخل دابا نشوف واش نلقاه. ايوا هادشي اللي كاين. لا خويا كون غير كون خليتي نركب فيها واحد 5 دقائق. شوفوا رويا جبناها عاوتاني البارك تعاودت يا باش شنو ما يمكنش حاولت كتعجب لا يا مرو دلنا انا خفيف هاير ابد هيك عرفتي عرفتي كيفاش ما كاع ما تفيق كاع فيه عرفتي قلت لكم رويا كتموت على هاد الزعلوله انا غنركب في هادي علي صورني زين واش واش شي دابا هاكا لا رويا رويا الله الله ناصر بس هاي سقط هاي جوال نري بسم الله ما حبيبك بس غادي نطيح ونوض شو كيدي شو وي وي نوض 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 دابا يجيو علينا السكريتي. المهم البنات انا رجعت لكم وما قلت لكم مشيت نقلب على داك السيروم اللي بغيت، مي قالت لي هاد لامارك ما كاينش كاع في تركيا صوفي لقيتيها باغ انترنت، فغادي ناخذ من انترنت. هكا عادي تاخذيها من انترنت توصل ليا نصي من امازون. صراحه زوين اصلا انا ولا كيجيني نتقدا من الانترنت اسهل من تقدا هكا في المول والله، حيت دابا مع البنيته الصغيره وداكشي صعيب انك تبقاي تدوري تدوري الا بغيتي تاخذي شي حاجه لا في اللبس لا في كلشي. فاللبس انا وليت معتمد على الانترنت اكثر من المول كيف قبل. قبل عرفتي شحال كنت كنضرب باش ناخذ الحاجه ما يمكنش كندور ندور ندور على راحتي، دابا ما كاينش الوقت نهائيا. كيصير هادشي اللي كاين وين نلعبو ريا واحد 10 دقائق من بعد ان شاء الله ندخلو. الحمد لله دوزنا نهار زوين. يا كان ميسيو اجي قول الناس
اللي ما شفنا سميتو قول لهم عواشكم مبروكة. عواشكم مبروكة اخواني. ينعاد عليكم. ينعاد عليكم بالصحة والسلام ان شاء الله. باش ما كتمنى كل شخوتي رؤيا حطيناها في هاد ماما صندلي حيت فيها هاد الحيوانات هكا عجبها الحال. دابا خصني نقلب ليها. اي باكسانا خصني ناخذ ليها هذوك الوريقات اللي كيتلصق في ماما صندلي في الكرسي اللي كتجلس فيه. ناخذ ليها يكون فيهم بحال هاد الشيء. شي حماقت عليهم ما يمكنش. ما مشتلاها معاها هنايا السناك ديالها عادي خدات. انا خديت هنايا غير لاتيه وهاد هاد الكوكيز الصراحه زوينين هنا في ستاربكس.